مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الإطلالة المسائية المتجددة والتي نناقش فيها على مدار ساعتين أبرز الملفات والقضايا المطروحة على الساحة. والبداية بالشأن المصري، وإعلان الداخلية المصرية تصفية طالب بجامعة الأزهر بزعم انتمائه لحسين. كما نتابع معاناة معتقل سياسي لقي أبناؤه الثلاثة مصرعهم حرقا واختناقا بالقاهرة. كما نتعرف أيضا على حكاية أسر مصرية تشكو من العيش تحت خط الفقر وظروف المعيشة الصعبة. بنت ماتت عشان مش قادرين نعمل لها العملية، وبخاف لحد يعدي على بناتي. ومن مصر إلى فلسطين، حيث نتابع إقرار الكنيسة الإسرائيلية بالقراءة الأولى لقانون منع الأذان بالقدس المحتلة في جلسة صاخبة شهدت قيام رئيس القائمة العربية بالكنيسة الإسرائيلية أيمن عودة بتمزيق مشروع القانون. وفي فلسطين أيضا نتابع ما فعله طلاب مدرسة النخبة بالقدس وقيامهم بالاعتصام وتلقي دروسهم في فصول بالشارع عقب إغلاق قوات الاحتلال لمدرستهم. أنا مشتاق لمدرستي النخبة. أنا مشتاق لمدرستي النخبة. أنا مشتاق لمدرسة النخبة. راح نرجع. أما في الجزء الثاني من النافذة، تغطية خاصة لليوم العالمي للمرأة وعرض لقصص معاناة ونجاح وكفاح المرأة في عدد من البلدان العربية، فلسطين، مصر، اليمن، سوريا. ونختتم النافذة بمتابعة لمباريات الدورة 16 لدوري أبطال أوروبا ولقاء برشلونة وباريس سان جيرمان وتداعيات هزيمة الأرسنال المذلة أمام البايرن وفوز الريال على نابولي. لكن قبل أن نبدأ النافذة، نتعرف من الزميلة بدر سليم على كيفية التواصل والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة التفاعلية والتي نتلقى من خلالها تعليقاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، فضلا عن المشاركة عبر أرقام الهواتف التي تظهر الآن أسفل الشاشة. ونوجه عنايتكم إلى أنه بإمكانكم طرح الموضوعات والقضايا التي تودون مناقشتها وتناولها في النافذة المسائية لتكون من اختياركم أنتم. وكنا قد سألناكم أولاً ما هو تعليقك على استمرار الأمن المصري في تصفية المعارضين للنظام؟ كذلك سألناكم أيضاً ما هو تعليقكم على إقرار الكنيسة لمنع الأذان في مساجد القدس المحتلة؟ إذن ننتظر تعليقاتكم وتدويناتكم أيضاً، وسنسعد بعرضها خلال هذه النافذة، فشاركونا. أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل طالب من جامعة الأزهر يدعى حسن محمد جلال مصطفى، وذلك جراء ما قالت إنه تبادل لإطلاق النار بالإسماعيلية. وقالت الوزارة في بيان لها إن قطاع الأمن الوطني حدد مكان اختباء أحد من وصفتهم بعناصر الحراك المسلح التابع لجماعة الإخوان، وبينهم طالب بكلية الشريعة بالأزهر في إحدى مزارع مركز أبو صوير بالإسماعيلية. ويعد مقتل طالب الأزهر الواقعة الثانية في أقل من أسبوع، إذ سبق أن أعلنت الداخلية يوم الجمعة الماضي مقتل قيادي وصفته بالإرهابي وثلاثة من مرافقيه في تبادل إطلاق نار بمنطقة كرداسة بالجيزة. واعتبر موقع تابع لجماعة الإخوان أن ما حصل
اغتيال خارج إطار القانون. وكانت أسرة حسن قد أرسلت تلغرافات إلى الجهات المعنية للإبلاغ رسميا عن اختفاء ابنها قسريا منذ 4 ديسمبر الماضي، وحصلت الجزيرة مباشر على صور لمؤتمر عقد في 1 يناير عقده أهالي عدد من المختطفين والمعتقلين من أهالي مركز هاهية بمحافظة الشرقية وبينهم حسن، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم. فلنتابع. ولا نعلم مكان احتجاز أبنائنا 5، ونحمل في رابطة أسر المعتقلين بهي مدينة مدير أمن الشرقية وزير الداخلية والمسؤولية الكاملة عن سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية تدخل للإفصاح عن مكان احتجازهم وإخلاء سبيلهم. ونود الإشارة أن المعتقلين وهم حسن جلال الطالب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الزقازيق اعتقل منذ 3 أسابيع، وقامت قوات الأمن بإخفائه قسريا منذ ذلك الحين وحتى اليوم. مؤتمر صحفي عقده بعض أهالي المختفين والمعتقلين المختفين قسريا، وقالوا أنهم في قبضة الأمن، وإذ بوزارة الداخلية تعلن عن مقتل حسن محمد جلال مصطفى الطالب بكلية الشريعة جامعة الأزهر. للمزيد أو للنقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو السيد عز الدين عبدو الكاتب الصحفي. أستاذ عز، أهلا بك. أهلا بك معنا. تعليقك على بيان الداخلية الخاص بمقتل طالب الأزهر. يعني يبدو أن البيان يؤكد أن الداخلية متورطة في هذا الأمر، ومتورطة بقوة، يعني ربما يعني محاولة من الداخلية. بالمناسبة هي لم تقل أنها قتلته، قالت أنها قتلته لأنه حاول نعم. أن يتعامل مع قوة الاقتحام بإطلاق النيران. نعم. إيه رأيك يعني في الرواية؟ يعني هو طبعا الرواية في حد ذاتها هي رواية تقليدية، يعني الحقيقة واضح أن المخرج ما عندوش قصص يعني أو سيناريوهات جديدة يطرحها. كل العشرات المرات اللي حصل فيها اغتيال بشكل مباشر اللي هي بيسمى يعني تصفية، اللي هي تعتبر خارج إطار القانون، وكل مع شديد أسف كل الحوادث اللي بتقع فيها وزارة الداخلية خارج إطار القانون، زي ما حصل مع ناصر الحافي ورفاقه، زي ما حصل من قبل أيام زي ما حضرتك ذكرت، زي ما حصل مع السنوية، زي ما حصل مع عدد من السياسيين والشباب خصوصا شباب الجامعات. فهي كل الرواية واحدة، إنه هو مثلا اختبأ في زراعة أو اختبأ في مبنى وقوات الشرطة راحت تقتحم، فيعني اللي معاه سلاح وممكن يدافع عن نفسه مش هيختبئ، اعتقد انه هيكون عنده مساحة انه يشتبك معاهم في وضح النار او في مكان اوسع بكتير جدا من المكان اللي تم قتله فيه. وبالتالي التكرار السيناريو يؤكد ان الداخلية متورطة في قتله مباشرة، وانها فقط تحاول. ليه بتستبعد رواية الداخلية يا استاذ؟ لانه احنا يعني الحقيقة تعودنا من وزارة الداخلية انها ما عندهاش إبداع في الكذب، هي بتاخد رواية واحدة وتطبعها في كل مرة، والحقيقة احنا بنبقى نفس الطبعة فيها كلمات من اللي طبعت فيه مرات سابقة، فأنت بتكتشف سؤال بتكتشف يعني يبدو محيرا. اتفضل. طيب، هي الداخلية لو كان هو في قبضتها كما تقول رواية أخرى، أيوة، لماذا تقتله؟ ما هو في قبضتها. نعم. هي بتقتله علشان تقضي تماما على الملف. قتل إن هذا النوع من الشباب إذا كان بينتمي لحركة سياسية أو لحركة مقاومة أو لحركة ثورية، لحركة بتحاول يعني تعمل يعني أي ردود أفعال بتسمى يعني ثورية أو عنيفة أو فيها استخدام سلاح، بيتم تصفية الملف تماما باغتيال هذا الشاب فينتهي الموضوع. أما إنها تقبض عليه وإنها تحتجزه، فالموضوع يدخل في قضية ويدخل في تحقيق، وبعدين النيابة تيجي وتتحقق في الموضوع، والمفترض يبقى في دفوع من قبل المتهم ودفوع من قبل أثناء يعني أطراف أخرى في القضية، وتبدأ الموضوع تتكشف فيه أوراق جزء منها هيكشف إن الداخلية بتدعي زورا على هؤلاء الشباب إنهم بينتموا إلى حراك مسلح أو ما إلى ذلك، فهي بتنهي الموضوع تماما وتقول لك ده كان اشتباك. المشكلة بقى ان هم لما بيعتقلوا هؤلاء الشباب ويحققوا معهم يكتشفوا ان هم ما عندهمش اي دليل مادي ضدهم، مش بيسيبوا. انا اسف، يعني حتى فكرة الادلة المادية انتم حتى كمعارضين للنظام تتحدثون على ان على الاقل بعض دوائر القضاء وخصوصا ما يعرف دوائر الارهاب هي في يد النظام، واناس بالمئات اخذوا اعدام في
جلسة أو جلستين على الأكثر. صحيح. وبالتالي حتى النظام ما عندوش مشكلة أن هم يقدموا سواء للقضاء العادي أو حتى القضاء العسكري كما يفعل في الكثير من القضايا ويحكم عليهم بالإعدام أو بعشرات السنوات. يعني أين المشكلة؟ يعني هو في النهاية أنت أمام نظام هو ما عندوش أي مشكلة في أنه ينوع من أساليب الجريمة إذا كانت بشكل فيه إعدام بحكم قضائي. وأنا أعتقد أن موضوع الأحكام وما إلى ذلك بيستخدم مع فريق معين من السياسيين اللي هو بيبقى في النهاية بيناور بهذه الورقة. أما هذا النوع من الشباب إذا تورط أو لم يتورط في مثل هذه الأمور فتصفيته هو يعني شيء بييسر على النظام أنه لا يدخل في دوائر قضائية وتتكشف أوراق أخرى في هذا الأمر. سأعود إليك يا أستاذ عز مرة أخرى، لكن ينضم إلينا عبر سكايب من لندن السيد محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد جميل. ابتداء، هل لكم تعليق كمنظمة حقوقية على بيان وزارة الداخلية فيما ذكرت أنه تصفية لأحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين طالب في الأزهر الشريف بعد محاولة الاشتباك مع قوة الاقتحام؟ يعني كاتب هذا البيان هو نفس الشخص الذي كتب بيان تصفية 9 قيادات في مدينة 6 أكتوبر ونفس الذي كتب بيان تصفية الشبان في كرداسة ونفس الذي كتب البيان تصفية حسن عطيته. وتقريبا لدينا قائمة 102 تم تصفيتهم منذ 3 تموز بعد اعتقالهم مباشرة أو بعد اعتقالهم بعد فترة وجيزة واختفائهم قسريا. الطالب حسن جلال طبعا طالب يعني شاب عمره 20 عام، ملامحه وطوال جسدية لا توحي بأنه يعني إنسان يستطيع الاشتباك أو التعامل مع السلاح حديث السن، يعني غض القوام. أرجو أن تعرض صوره ليتبين لدى للمشاهدين مدى كذب رواية الداخلية. قمنا بتوثيق اعتقال حسن بتاريخ 4/12/2016 في مدينة الشرقية، وكما أشرتم الأهالي أرسلوا تلغرافات إلى وزارة الداخلية وإلى السلطات المعنية لكنها لم تستجيب. يعني وزارة الداخلية اتبعت منهج في تصفية المعتقلين إما بشكل مباشر بإطلاق الرصاص بعد تحقيق وجيز أو تحت التعذيب يتم قتلهم وثم يعلن أنه تم تصفيتهم من خلال اشتباك مسلح لأنهم بادروا بإطلاق النار. وأغلب الظن أن حسن قتل تحت تعذيب، لم يتحمل التعذيب الذي تعرض له، فمن أجل أن يخرجوا الأمر كما يجب نشروا هذه الرواية الكاذبة. فحقيقة هناك مصيرين للذين يختفون قسريا، إما أن يتم إظهارهم عبر الإعلام وتسجيلات مصورة بأنهم قاموا بارتكاب عمليات كبيرة مثل قضية الذين أعدموا 6، القضية المشهورة إعلاميا ب نسيت تم إعدامهم 6، هؤلاء تم اعتقالهم واختفاؤهم قسريا وتم تلفيق تهم لهم، وإما أن يتم كما حدث مع حسن جلال تحت التعذيب، لم يتحمل هذا التعذيب فتم يعني لفظ أنفاسه الأخيرة في التعذيب. وهؤلاء لا يتورعون عن إطلاق الرصاص على الجثمان يعني من أجل إثبات أنه قتل في اشتباك مسلح. ولدينا مشكلة هنا،
أن الطب الشرعي في مصر متواطئ مع قوات الأمن. في قضية 6 أكتوبر 9 الذين قتلوا كان هناك واضح علامات التعذيب والتحقيق، وواضح أن إطلاق الرصاص كان من المسافة صفر. فلو لدينا طب شرعي حقيقي يشرح جثمان حسن سيروي لنا هذا الجثمان الحقيقة كاملة. طيب ابقى معي سيد جميل، سأعود إليك عفوا للمقاطعة، ولعلك أيضا في القضية اللي نسيت أنت اسمها، أعتقد قضية عرب شركس، لو أيضا أسعفتني الذاكرة، الذي تم فيها الحكم بالإعدام وتم أيضا تنفيذ حكم الإعدام. ابقى معي سيد جميل بالطبع، سأعود إليك. لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة اللواء رفيق حبيب، مساعد وزير الداخلية المصري سابقا. سيد اللواء أرحب بك معنا. نعم سيادة اللواء، وزارة الداخلية بتقول إن هي بتقتحم مكان في أبو صوير في إسماعيلية لأحد المتهمين بالإرهاب وتعامل معها بإطلاق النار فقتلته. نحن أذعنا منذ قليل في بداية النقاش مؤتمر صحفي عقد في الأول من يناير لأهالي معتقلين ومختفين قسريا بيؤكدوا إن أبنائهم تم اعتقالهم من قبل وزارة الداخلية، منهم الطالب حسن جلال. ألا يؤكد هذا المؤتمر الصحفي تهافت ما جاء في بيان وزارة الداخلية بأنه إرهابي، ويعني تم التعامل من قبله مع قوة الأمن بإطلاق النيران؟ سيادة اللواء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحب أوضح نقطة معينة، إن هذا الرجل كان من تنظيم حسن الإخواني، وكان مطلوب ضبطه في قضية إرهابية. ففعلا توصلت نجازة الاستخباراتية للأمن الوطني للوقت اللي هو فيه وحاولوا القبض عليه. أنا عايز أقول حاجة بس أوضحها، إن لا يمكن وزارة الداخلية تحاول إنها تقتل واحد وعايز تقبض عليه. الدليل على كده أنا بأكده إن حبارة ده كان من التكفيريين الخطيرين جدا، وما استخدمش سلاح القبض عليه ولم يتم تصفيته، وهو كان من اخطر العناصر الارهابيه. حتى عند محاوله انضرب ولم يكن معه سلاح، تم ضبطه ولم يتم تصفيته. احنا معانا يا سياده اللواء، احنا معانا مؤتمر صحفي لاهالي بعض اهالي المعتقلين والمختفين قسريا، منهم اسره حسن جلال. طيب يعني هل انت تتخيل يعني هي الاسره هتطلع في يناير، في اول يناير، تقول ان ابنها اعتقل كده منها لنفسها دون اي داعي؟ يعني تفسيرك ايه لهذا المؤتمر الصح؟ طب هو لما يعتقل ويقدم للمحاكمه انا بس بتكلم على نقطه معينه، ويكون هارب من العداله، هو لا يمنع، واهالي المتهمين لازم انهم يدافعوا عن ابنهم. ده وضع طبيعي. انا معاك، منطقي ان اهالي المتهمين بيدافعوا بعد يعني بعد مثلا مقتله وبعد القبض عليه، لكن ابدا مش منطقي ان حضرتك هتقول ان اهالي المتهمين يعملوا مؤتمر صحفي في يناير علشان ابنهم اعتقل استباقا لان ابنهم هيتقتل بعدها بشهرين. وحضرتك طب بتقول لي ان هو ممكن يكون اعتقل وهرب. بالمناسبة وزارة الداخلية ما قالتش الكلام ده، قالت لا ان هو كانت بتبحث عنه لغاية ما وجدته وقتلته. انا عايز اقول حاجة بس معينة، لو كان هو معتقل وهم متأكدين ان وزارة الداخلية اعتقلته، كانوا تقدموا ببلاغ للنيابة العامة، تقدموا قالوا ايه التهمة اللي عليه، وكانوا تابعوا هذا الموضوع. يا سيادة اللواء، حضرتك مش متابع. تقدموا ببلاغ للنائب العام باختفاء ابنهم ولم يرد عليهم حتى هذه اللحظة، مثل كثير من البلاغات التي قدمت من أهالي المعتقلين والمختفين قسريا، ولديهم أوراق تثبت ذلك، ولدينا فيديو عرضناه لهم. تفضل يا سيادة. النيابة العامة خصم شريك الدعوة، ولا يمكن انها تفتقد على حقوق المواطنين اطلاقا. طيب. وملهاش مصلحة في ذلك. فلما يتقدموا بلاغ ويثبت ان بلاغهم ليس له شيء من الحقيقة، النيابة بتعلم. طيب هو ليه يا سيادة اللي هو في كل اقتحامات وزارة الداخلية بتقول ان المتهم او الهارب اطلق نيران على القوة، لكن الغريب في الامر وارجو ان حضرتك توضح لي، ليه لا يصاب ابدا حد من وزارة الداخلية في كل اقتحاماتها وكل قتلها لحوالي اكثر من 100 شخص منذ 2013 وتصفيته،
ما فيش حد بيتصاب من وزارة الداخلية. لا انا ادي لحضرتك مثال في قليوبية، كان حصل احد ضباط العمليات الخاصة وكان مريض بطرائد وكان تمكن من الوصول الى شخص تكفيري، وبعدين الشخص ده خلاص بقى الضابط موجه له سلاحه، راح جايب ابنه وحطه في المواجهه، فالضابط نزل السلاح بتاعه فما كان من هذا التكفيري الا ان اخرج السلاح بتاعه واطلق النار على الضابط، والضابط استشهد في هذه العمليه. انا كل اوراق القضايا اللي امامي الان اللي اعلنت فيها وزاره الداخليه تصفيتها لعناصر ارهابيه من وجهه نظرها لم يكن فيها اي اصابه لافراد القوات الخاصه او افراد، يعني حتى الاسبوع الماضي الاربعه اللي قتلوا في كرداسه مفيش حد اتصاب من وزاره الداخليه، وامبارح مفيش حد اتصاب من وزاره الداخليه، ايه اللي بيحصل يعني؟ يعني هل الناس يعني تضرب عليهم يعني نيران في شنك زي ما بيقولوا؟ طيب أنا أديت لحضرتك دلوقتي مثال واضح، واستشهد هذا الرجل وكان عنده ناحية إنسانية إنه ما رضيش يتعامل مع هذا الشخص طالما إنه حط ابنه قدامه ورفعه كده، وما كان منه إلا أن أخرج من سرواله سلاح ناري طبنجة وأطلقها على الضابط، والضابط استشهد. دي عملية مصطفى وزارة الداخلية. ده اسمه إيه الضابط ده يا سيادة اللواء؟ الضابط اللي استشهد اسمه إيه؟ أنا بجيب لحضرتك ما بيحضرليش الآن ولكن الحلقه في اي مداخله ثانيه ممكن اجيب لك اسمه. طيب. واجيب لك ومن يا ريت يا سياده اللواء، يا ريت. طيب ردك ايه؟ استاذ عز الدين عطا اتفضل. يا سياده اللواء سعودي ليك الحقيقه، بس في نقطه مهمه جدا، يعني حضرتك تفضلت بسؤال مهم جدا، هو ليه في كل مره مفيش حد في من الداخليه بيصاب؟ فالاشتباك بيحصل من جانب واحد وبعدين ما شاء الله قوات الشرطه بتجيد اصابه الهدف. في نقطه ثانيه الحقيقه، في كل مره في ال 102 شهيد من دول نفس السلاح وسلاح آلي، يعني مفيش حد ماسك طبنجة، مفيش واحد معاه سكينة، مفيش حاجة معاه مثلا قنبلة يدوية، محدش معاه مثلا كيس مسامير، مفيش أي تنوع، يعني هو آلي وآلي ميري. يعني برضو المشكلة إنه برضو بقولك المخرج ما عندوش إبداع في السيناريوهات، يعني حتى مش بيكلف خاطره إنه يجتهد شوية، سلاح ومرمي ودايما مرمي على جهة معينة وتلاقيه مش، طب اللي ماسك سلاح ده ماسكه بإيديه الاتنين. يعني أنت لو تلاحظ في الفيديو اللي هو مفترض بيوثق رواية الداخلية، السلاح مرمي على الارض ومرمي بعيد عن الجثه، وبعدين تلاقي مثلا واحد تاني حاطط لك السلاح كده مفروض جنبه، يا اخي ده بيبقى ماسكه بايديه الاثنين وبعدين بيتضرب فبيقع بيتكوم كده بيتلخبط، انما انت شايف ناس مسجه على الارض كانهم اما كانوا نايمين فاغتيلوا او تم يعني وضعهم بشكل هو ده معروف ميري بالمناسبه بيحصل في الجيش وفي الشرطه، الناس دي بتعاقب هكذا، بيتم تمديدها على الارض وبعد كده بيتم تصفيتها. طيب. يعني حتى الشكل الاخراجي زي ما بقول لحضرتك بيؤكد ان الداخليه متورطه في هذا الامر، وزي ما تفضل الاستاذ رئيس المنظمه العربيه لما قال لك لازم يتم اخراجهم للراي العام على انهم ارهابيين، لان دي اما قضت في التعذيب او انها يعني وصلت الى طريق مسدود مع وزاره الداخليه. سعود اليك استاذ عز، لكن مشاهدينا الكرام في سياق قريب، قال المحامي أسامة ناصف إن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد تم عرضهم في المحكمة العسكرية بالجبل الأحمر، وذلك بعد إحالتهم للقضاء العسكري، وذلك في جلسة مفاجئة. وقالت رابطة أسر المتهمين في القضية إن المتهمين دخلوا في إضراب عن الطعام ويعترضون على سوء المعاملة ومنع الزيارة عنهم. ومعنا عبر الهاتف من القاهرة السيدة أميرة علي زوجة المعتقل علي الفقي على ذمة قضية النائب العام المساعد. أستاذة أميرة أهلا بك معنا. أهلا بحضرتك. نعم، هل ابتداء أن تحكي لنا سريعا بشكل ملخص كيف تم اعتقال زوجك علي الفقي والاتهامات الموجهة إليه؟ أنا زوجي اعتقل يوم 27/6 من مطار القاهرة، من مطار القاهرة الدولي، هو كان مسافر دبي. اتفاجئت إن أنا ثاني يوم بتصل بالفندق عشان أطمن عليه إن هو وصل ولا لأ، لأني فقدت الاتصال بيه أول ما دخل المطار. بتصل بالفندق اتبلغت إن هو أنا ما وصلش الفندق خالص، فعرفت إن هو اتقبض عليه بعد ما دخل المطار بساعة بالظبط. تمام؟ فضل مختفي شهري، فضل مختفي قسريا لمده 133 يوم، اكثر من 4 شهور. اتفاجئت ان هو نزل في قضيه النائب العام المساعد في شهر 11. القضيه اللي تحولت اسمها من النائب العام المساعد لقضيه محركه حادث. القضيه اللي هي 724. من الفتره دي يعني حوالي 9 شهور، الزياره ممنوعه عن زوجه وعن المعتقلين في القضيه.
في 22 فبراير عملوا اضراب عن الطعام، النيابه بتسمح لنا ان احنا ندخل هدوم، مجرد ان احنا بندخلها في النيابه اول ما بيوصلوا السجن بياخدوا منهم الهدوم يحرقوها. ندخل اكل في النيابه بيتاخد الاكل برضه منهم ومش بيسمحوا لهم ان هم ياكلوا، ولا عربيه الترحالات وهم مروحين ولا بيسمح لهم يدخل حتى الاكل جوه معاه السجن، الادويه كذلك. ما بيبعتوا على ادويه وهم تعبانين وعندهم حالات مرضيه وامراض جلديه حصلت لهم جوه لان هم مش بيتعرضوا للشمس او بيخرجوا تريض من الزنازين، وبرضه اول ما بندخل الادويه بياخدوها منهم قبل ما يدخلوا السجن وبيرموها. ليه سيدة أميرة، ليه يعني لماذا هذا التعنت من كما تقولين مع يعني هؤلاء المتهمين؟ احنا مش عارفين والله التعنت بسبب ايه اصلا. يعني فوق المعتقلين جميعهم بلا استثناء كانوا مختفين قسريا فوق الاربع شهور والخمس شهور، الاختفاء كان في القضية من اول شهر 5، المعتقلين اتقبض عليهم من اول شهر 5، حتى لما ظهروا على نيابة أمن الدولة قالوا لنا الزيارة مقفولة لأول شهر 1، بعد كده قالوا لنا لا مقفولة شهر 2، نيابة أمن الدولة سمحت لنا بتصاريح، طلعنا التصاريح إدارة السجن خدت التصاريح مقطعتها وقالت الزيارة مقفولة بأمر من النائب العام عن القضية دي كلها وما نخش زيارة خالص في السجن. الزيارة تتفتح في أول شهر 5، فالتعنت واضح جدا من المعتقلين، هم بيموتوهم بالبطيء جوه لا اكل ولا ادويه ولا رعايه صحيه ولا اي حاجه خالص، حتى احنا مش عارفين نشوفهم. هم الموجودين في سجن في سجن العقرب ست اميره صح كده؟ شديد الحراسه 2 مش العقرب، العقرب 2. فكره الاتهامات مقتل النائب العام ومقتل احد عقداء الجيش في العبور، كل هذه من ضمن القضايا محاوله اغتيال علي جمعه، كل هذه اتهامات ايه رايك فيها؟ المعتقلين بالقضيه سجلت لهم تهم حصلت قبل اعتقالهم، انا جزء اعتقال 27/6، قضيه اغتيال النائب العام او محاوله اغتيال النائب العام حصلت 30/9. ازاي في 95 يوم جزء كان عندهم فيه ازاي متهم بالقضيه دي؟ في ناس ثانيه معتقله من 18/5 اتوجهت لهم نفس التهم. نعم وضحت الفكرة ونحن معنا المحامي في القضية، لكن بشكرك سيدة أميرة علي زوجة المعتقل علي الفقي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة وما زلنا في القاهرة، ومعي عبر الهاتف من هناك السيد أسامة ناصف المحامي والناشط الحقوقي. سيد أسامة أرحب بك معنا. أهلا وسهلا. نعم سريعا حدثنا عن هذه القضية والمتهمين فيها، كيف هي من الناحية القانونية؟ يعني إذا أردت أن تتحدث عن التلفيق في أقصى أو في أبشع صوره، تحدث عن هذه القضية. حوالي 160 متهم من محافظات مختلفة تم القبض عليهم جميعا في تواريخ مختلفة، وتم إخفائهم وتعذيبهم وإرغامهم على التوقيع على اعترافات بجرائم لم يرتكبوها. الجميع كما تفضلت الأخت التي كانت تتحدث الآن، بعضهم معتقل من 11/5 ومن 18/5 ومن 22/6 ويحاكمون او يحقق معهم الان عن جرائم وقعت بعد القبض عليهم. وهذا الامر ليس بجديد. على وزاره الداخليه الشاب الذي تم تصفيته بالامس تبين انه مختفي منذ اكثر من شهر ونصف. هذه القضية في البداية خالص كانت تتحدث عن الشرافة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، ثم فوجئنا بضم اليها 14 وقعة اخرها وقت اغتيال العميد عادل رجائي. طيب أكمل. هذا بالاضافه يعني الانتهاكات التي الاخرى التي مارست معهم سواء من الشرطه نفسها او من النيابه، النيابه تحقق معهم بدون محامين، النيابه تمنعهم من الزيارات، إدارة السجن تمنع الزيارات، تمنع دخول الأطعمة والملابس والبطاطيق والعلاج وما إلى ذلك. تخيل حضرتك في شهر 12 يأتي المعتقل لا يأتي سوى بدلة السجن الخفيفة فقط بدون ملابس داخلية. طيب سيد أسامة، هل حولت القضية على حد علمي أو حولت بالفعل إلى القضاء العسكري؟ بالفعل تحولت يوم الخميس الماضي وبدأت أول جلسات يوم الاحد، وتم عرض 77 متهم وكانت معامله سيئه. المتهمون جميعا حضروا وهم مضربون عن الطعام، كان يدخل كل اثنين معا يستند احدهما على الاخر،
واصيب العديد بحالات اغماء واعياء داخل المحكمه، والمحكمه بعد ضغط شديد طلبت طياره الاسعاف وادت طياره الاسعاف بعد انطلاق المتهمين من سرايا المحكمه. ولماذا اضرب المتهمون عن الطعام يا سيد اسامه؟ اضرب المتهمون على الطعام لان النيابه بعد ضغط شديد وبعد شكاوى الاهالي فتحت باب الزياره، ولكن اعطت تصريح للاهالي للزياره وذهب الاهالي الى السجن، ولكن اداره السجن رفضت ادخال الاهالي ورفضت السماح بادخال الطعام ورفضت كل حقوق المتهمين. هذا يدل على ان التعذيب مستمر يوميا داخل الزنازين، بعض المتهمين مودع في زنزانه انفراديه، الوجبه التي تقدم للمتهمين عباره عن ثلاثه رغيفه وقطعه جبن نستون 50 جرام. هذا ما يقدم للاعمار المتفاوته من 17 سنه ل 60 سنه، هذه الوجبه اللي تقدم. طيب يعني هو الاضراب مفروض عليهم تلقائي، هم ما فيش طعام. شكرا جزيلا السيد اسامه ناصف المحامي والناشط الحقوقي، كنت معي عبر الهاتف من القاهره. طيب سيد جميل، في يعني هل لديكم معلومات عن هذه القضيه المتهم فيها اكثر من 160 فيما يخص محاوله مقتل النائب العام المساعد وعميد الجيش عادل رجائي؟ يعني تعلمون ان هذه القضايا مثل غيرها من القضايا الامن الوطني بالتواطؤ مع النيابة العامة، القتلة الحقيقيون أو الذين حاولوا يعني القيام بهذه الجريمة هم طلقاء، أما هؤلاء فقد تم تلفيق الاتهام لهم لإغلاق الملفات. يعني قضايا كثيرة، مقتل النائب العام، قضية جوليو ريجيني، قضية مجزرة رفح الأولى والثانية وحبارة، يعني مسرحيات كثيرة يتم عرضها أمام هذا القضاء المنهار الذي لا يملك من أمره شيء لإغلاق الملفات والتغطية على الجنال الحقيقيين الذين يريد منهم النظام أن يستخدموا في شيطنة المعارضة ووصمهم بالإرهاب. طيب. التعامل مع المعتقلين في سجن العقرب هي معاملة مهينة، يتم تجويع الناس، حرمانهم من التريض، التكدس، الاعتداء على الأهالي أثناء الزيارات، الحقوق الدنيا المعروفة في القواعد النموذجية للأمم المتحدة غير متوفرة لهؤلاء المعتقلين. ما أود أن أقوله أن هذا النظام ووزارة الداخلية ترتكب من الجرائم الحقيرة بالكم والنوع ما لا يعد ولا يحصى، لكن الأحقر والأجبن أن يأتينا شخص ويدافع عن هذه الجرائم، يدافع عن وزارة الداخلية التي قتلت طفلا، هو طفل لم يبلغ سن الرشد حسب القانون المصري، أعتقد القانون المصري ينص على 21 سنة، طفل كان أمامه مستقبل واعد يقتل بطريقة همجية وسيئة. هؤلاء الذين يدافعون عن وزارة الداخلية يضعوا أنفسهم مكان الضحايا، مكان هؤلاء المعتقلين، مكان الأمهات الثكالة، مكان هذه السيدة التي شكت عن سوء أوضاع زوجها، عما يلقاه من ظلم في السجن وتلفيق للاتهامات. إلى متى سيستمر هذا المسلسل؟ مصر أصبحت أضحوكة، مصر تستنزف من قبل هذا النظام الفاشي، تستنزف بشريا وماديا. تخيل لو أن هذه القدرات وهذه القوى تم استثمارها في مكان آخر غير هذه السجون، غير القتل، غير التصفيات الجسدية، لكانت مصر في وضع أفضل وأسلم. طيب ابقى معي سيد جميل، سيادة اللواء، فكرة
يعني عفوا فكرة التعذيب، فكرة منع الطعام ومنع الزيارات، وبالمناسبة هذا موثق حتى لا تنفيه سيادة اللواء، ولدينا الكثير من البلاغات التي قدمت للنائب العام في هذا السياق، وآخرهم القضية اللي احنا نناقشها الآن. لماذا يعني هذا التعنت؟ الرجل أصبح في حوزة الوزارة الداخلية وفي أحد سجونها، لماذا يمنع حتى عنه يعني أقل القليل وهي الزيارة أو أطعمة من الخارج يعني وفقا لقانون السجون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عملية التعذيب دي لو ثبتت، أولا عملية التعذيب دي لا تخضع الجرائمها للتقادم إطلاقا، بمعنى إن مهما مرت السنين ما تخضعش للتقادم وممكن يحاصر الشخص في أي وقت. وإذا ثبت بالفعل يعني دايما النيابة حتى لما بتيجي تسأل أي متهم بتناظر جسمه وترى إذا كان في أي آثار للتعذيب وبتثبتها. وإذا ثبت إن أحد الأفراد الداخلية وأحد ضباط الداخلية تعدى على شخص وعذبه بيحاسب حساب عسير جدا، سواء من الـ بالنسبه للقانون او بالنسبه لجلسه التأديب. يعني يا سياده اللواء ده للحقيقه كلام حضرتك طبعا يبدو كان واضح جدا على الاقل مثلا في مقتل ريجيني وتعذيبه، حتى هذه اللحظه لا نعرف ولم يتم التحقيق وما معرفه الجاني الذي الرجل الذي او الجهه التي عذبت جوليو ريجيني بالشكل البشع يعني التي يعني عذب كما لو كان مصريا على رأي يعني أم ريجيني الإيطالية. ففكرة أن في تحقيقات على التعذيب دي مش موجودة وفقا لبعض الوقائع سيادة اللواء، آخرهم واقعة جوليو ريجيني على الأقل. قضية ريجيني دي المقصود بيها طبعا إضرار بالعلاقات المصرية الإيطالية، خاصة في فترة كانت في تقارب جدا جدا بين مصر وبين إيطاليا وفي مصالح اقتصادية، وكان الهدف منها الإضرار. وأنا بأكد ولسه طبعا لم تتضح الأمور، لما تتضح الأمور بعد كده يصدق حدث في هذا الموضوع. نعم شكرا شكرا يعني شكرا سيادة اللواء. في خمسة قتلوا وقيل أنهم مسؤولون عن مقتل ريجيني، وبعد ذلك النائب العام قال لا لم يكونوا مسؤولين ولم يفتح تحقيق في الأمر أيضا. سيادة اللواء على حال أشكرك شكرا جزيلا. لواء رفيق حبيب مساعد وزير الداخلية المصري سابقا كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، أما الآن فتحول زميلتي بدر سليم ستعرض على حضراتكم عدد من تعليقات مشاهدين على هذا الأمر. إليك بدر. أهلا بك أحمد وأهلا بكم مشاهدينا. دعونا أولا نستعرض التغريدات التي وردتنا عبر تويتر. أحمد يقول ليست مصر الأولى ولا الأخيرة، فكل الدول العربية بلا استثناء تعتبر المعارضين إرهابيين ويجب القضاء عليهم. تغريدة أخرى من أيمن الحداد يقول فيها رسالة قصيرة لشعب مصر، من يعارض يكون إرهابيا وتتم تصفيته. هذه الكلمة المقيتة تستخدمها الدولة كأنها تنفيذ لحكم قانوني. أخذنا تغريدة أيمن الحداد، ننتقل إلى التعليقات عبر فيسبوك. أبو علي كتب قائلا جرم وبلطجة ولن يفلت أبدا من عقاب ربنا في الدنيا والآخرة، ولن يمكن أبدا تحت أي ستار أنهم يحمون دولتهم يفعلون ما يحلو لهم دون أي رادع قانوني أو إنساني أو ديني. تعليق آخر من محمود عبد الرحمن لديه رأي مغاير، يقول فيه عاشت الأيادي يستهلون الخونة وليست معارضة حقيقية، الله ينصر شعب وجيش مصر الكنانة. أمنا حمدان تقول إن الله يمهل ولا يهمل. وأيضا نرمين عماد كتبت قائلة النظام المصري عنده إصرار على استكمال مسيرته في العنف وفي انتهاك حقوق الإنسان ضد الشعب ليبقى في الحكم رغم فشله الذريع وكل مدى يزداد بشاعة. نشكركم جزيلا على تفاعلكم معنا. نعود إليك أحمد نسمع رأي ضيفك أيضا. نعم أشكرك شكرا جزيلا بدر، ومنك أذهب لموضوع في نفس السياق. مشاهدينا الكرام، في مأساة إنسانية اندلع حريق بمنزل عادل نافع المعتقل في السجون المصرية، ما أسفر عن وفاة أطفاله الثلاثة، وذلك في شقته الكائنة بمنطقة حلوان جنوبي العاصمة القاهرة. وقد أمر المستشار إسلام سرور مدير نيابة حلوان بتشريح ثلاثة جثث لأطفال المعتقل الثلاثة، وهم عبد الرحمن 7 أعوام وفارس 6 ومحمود 4. يذكر أن المعتقل عادل نافع 48 سهنة متهم بأنه ضمن عناصر كتائب حلوان، ومتهم أيضا بحرق نقطة شرطة الزلازل، وسبق اتهامه في أكثر من 30 قضية.
ومعنا عبر الهاتف من القاهرة أحمد نافع شقيق المعتقل عادل نافع والذي مات أبناؤه الثلاثة حرقا في منزلهم. سيد أحمد أهلا بك معنا وأعزيك في أبناء شقيقك. من الواضح أنه انقطع الاتصال بيني وبين أحمد نافع شقيق المعتقل عادل نافع، سنحاول التواصل معه مرة أخرى. هل لديك تعليق على الواقعة الأخيرة أو حتى فيما يعني سبق من ما ناقشناه من وقائع؟ تفضل. هو الحقيقة بس أنا يعني كلام سيادة اللواء في موضوع المعتقلين والتعذيب وفتح قضايا، يعني من أيام عبد الناصر ما فيش ملف لتعذيب المساجين يفتح في قضية، وإذا فتح شيء شكلي يعني في عهد مبارك بعد ضغوط شديدة جدا من منظمات حقوق الإنسان فتح قضية فتح أو رفعت القضية وفتح يعني ملف التحقيق في قضية تعذيب عماد الكبير اللي هو كان سائق ميكروباص وخدوه عذبوه ومش عارف إيه وتم اغتصابه بعصاية خشبية، وكان الموضوع أحدث ضجة كبيرة جدا وتدخلت فيه كمان حتى هيومن رايتس ووتش والمنظمات الأجنبية، وده اللي أحدث يعني شيء من التأثير. إنما غير كده لم يفتح، حتى الضابط تم نقله عربية الترحيلات، الضابط ضرب على الناس في النار وماتوا محروقين في 38 واحد، والراجل في النهاية عوقب بأنه اترقى وراح محافظة تانية. يعني الكلام عن ان في تحقيق بيفتح في قضايا التعذيب اللي بتفضي الى موت المعذب، مش كمان تعذيبه بالراجل بيطلع سليم في النهاية. وبعدين لما يقولك على قضية ريجيني ان المقصود منها الاضراب العلاقات المصرية الايطالية، اساسا ما كانش فيه علاقات مصرية ايطالية، وفي الوقت ده هو طب فضل ان اساسا لما نعرف مين الجاني نعرف هو كان عايز يعمل ايه، لكن بيهدف لده من ايه، لكن ان احنا نقول ده يعني بيستهدف العلاقات المصريه الايطاليه والكلام الفاضي ده كله في النهايه مفيش منه اي نتيجه، لان احنا لحد النهارده النظام بكل ما يملك من ادوات ما حطش ايده على الجاني الحقيقي ولا الجهه زي ما بيدعوا الجهه اللي تورطت في هذا الامر. ولكن احنا بنتكلم على الفترة دي حتى بس عشان الناس تاخد بالها، بس عايز ارجع ما كانش في علاقات بين مصر وايطاليا تستدعي ان ده يحصل. فيما يخص فكرة استبعاد دائما، يعني ما تقول وزارة الداخلية، دعنا نقول ان هناك حوادث قتل حدثت لقيادات في الدولة او محاولات اغتيال النائب العام المساعد ومن قبلها حتى النائب العام العميد عادل رجائي عميد الجيش، والحقيقة القصص كثيرة في هذا الأمر. لماذا لا نستبعد أن يكون هؤلاء بشكل أو بآخر لهم يد في هذا الأمر؟ يعني شوف أنا ما أقدرش أستبعد بنسبة 100%، ولكن لما أستبعد يعني رواية الداخلية، لماذا نستبعد رواية الداخلية؟ رواية الداخلية أستبعدها 100%. أولا لأن من بعد الانقلاب أنت أمام نظام بيعيش على القتل، أنت مش قدام نظام طبيعي، أنت قدام نظام بيتنفس كذبا أولا في كل شيء، نظام بيدمر الدولة في كل شيء، بيقضي على موارد الدولة، بيجفف كل المنابع، بياخد مصر إلى الهاوية بشكل حقيقي، وبالتالي جزء يعني من هذا المشروع هو قتل الشباب، قتل المعارضين، قتل الرافضين، قتل. هذه المسألة أصبحت ممنهجة، وبدأت إمتى؟ بدأت بعد يعني الانقلاب مباشرة، ومجازر الحرس الجمهوري والمنصة ثم مجزرة رابعة والنهضة ثم. فأنت بتتحدث عن مجازر ممنهجة ومتتالية ومتسارعة فيها كل الأدوات. الهدف منها يعني؟ الهدف منها القضاء تماما على فكرة أن أي حد يقف يعارض هذا النظام أو يرفض وجوده، لأنه يعلم تماما أنه بلا شرعية، وحتى الآن هو يتساوى للشرعية حتى على حساب لاعبي كرة القدم. وبالتالي مسألة استبعاد رواية الداخلية باستمرار ده مش عشان إحنا ناس ما عندناش يعني حجة فدايما نقول لك وزارة الداخلية كاذبة، لا، لأن إحنا أمام أنظمة كاذبة، أنظمة قاتلة، وبتعيش على هذه المسألة طول الوقت. يعني يمكن سيد جميل لعلي أسألك نفس السؤال اللي سألته الضيف الاستوديو السيد عز الدين عبده. فكرة دائما وأبدا كمنظمات حقوقية أو بعض المعارضين للنظام دائما يرفضون روايات الداخلية على الرغم من أن هناك وقائع قتل حقيقية لقيادات أمنية أو قيادات قضائية في الدولة. إذن يعني من فعل هذا؟ يعني بعد الثالث من تموز 2013 لدينا نظام يكذب كما يتنفس، كيف تريد أن نصدقه؟ قتل آلاف الناس في الميادين وفي الشوارع وقال أنهم كانوا مسلحين وإرهابيين وحتى يملكون أسلحة كيميائية.
أنت يمكن شاهدت عمليات القتل الميدانية بأسلحة ثقيلة وأسلحة مختلفة، ولم يكن هناك اشتباكات مسلحة كما وصفت الداخلية لتبرئ عناصرها وتبرئ عناصر الجيش الذين شاركوا في كل عمليات القتل بعد 3 تموز 2013. أضف إلى ذلك سيناء وعمليات القتل في سيناء، من يعرف ماذا يجري في سيناء؟ ستار حديدي مضروب على سيناء، لا يستطيع أي صحفي أن يقوم بنقل ما يحدث وما يجري، وأي صحفي يقوم بنقل الأحداث في سيناء يتعرض لمحاكمة عسكرية. لا، النظام يريد لك فقط أن تستقي هذه المعلومات من قناة واحدة وهي قناة الجيش أو قناة الأمن. فهذا يعني النظام يعني استمرأ على الكذب. عملية قتل الناس عملية منهجية، كسر إرادة المعارضين يحتاج إلى مثل هذه القصص في كل مرة لكي يعطي قوة دافعة لهذا الإجرام ولهذا الجبروت. لكن يعني الذي لا يتعلم من الدروس والعبر تصدمه الحوادث. هذا يعني نظام مثله مثل غيره سيرحل، أما أصحاب القضية الحقيقية فهم مقيمون، وأعتقد أنهم سيحققون ما يريدون عاجلا أم آجلا. السيد محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر سكايب من لندن. مشاهدينا الكرام، عودة للخبر الخاص بمقتل 3 أطفال من أبناء المعتقل عادل نافع حرقا في منزلهم في جنوبي القاهرة، تحديدا في منطقة حلوان. معي السيدة أم حمزة وهي شاهدة عيان على هذا الحريق. ست أم حمزة أهلا بك معنا. نعم، إيه اللي حصل وأدى إلى يعني مقتل 3 أطفال حرقا بهذا الشكل يعني؟ تمام، هي جدتهم طبعا راحت المستشفى الصبح أخذت عينهم. هو الكهرباء طبعا الكهرباء تحت التلفزيون، هي دي نتيجة شركة كهرباء، فعمل المسمار فولعت. طبعا هم 3 أطفال ما يعرفوش أي حاجة، ما يعرفوش يعملوا أي حاجة. أدت إلى النار، فولدين دخلوا الحمام والتاني كان خمس من النار، ما فيش حد في البيت أصلا، بس حد ما دخل المطافي. و طيب يعني ما يعني أين كان زوهم يعني الأم أي حد من أقرب؟ لا، هي هو ما حدش خالص لحقهم لحد ما دخل المطافي والإسعاف، لحد ما طفوا وطلعوا الولاد، ولدين كانوا لازقين في بعض حاطين بعض، الولد الثالث بقى متفحم. طيب اين يعني حاله والدتهم الان يا ست محمزه كيف هي؟ حاله لا، والدتهم هي سايبينهم من زمان من زمان ما زوجها اعتقد، لكن هم قاعدين مع جدتهم. قاعدين مع مين يا ست محمزه؟ مع جدتهم. وجدتهم يعني امهم مش عايشه معاهم وجدتهم؟ لا مش عايشه معاهم خالص، جدتهم هي اللي عايشه معاهم ورعاياهم، وهي اللي كانت بتروح معايا باولاده الزياره. طيب والدهم المعتقل عارف بخبر مقتل ابنائه ست محمزه ولا ما عندكيش؟ ايوه لا عارفه الخبر، عارف الخبر. لكن ما عندكيش اي اخبار عن رد فعله حالته؟ لا، رد فعل هقول لحضرتك، فلا الحمد لله هو صابر واحتفل عند الناس ان هو شهداء، وان ربنا سبحانه وتعالى فيه امانه اديها له وصرف درجتها. سبحان الله، وجيت الفلوس جوه وقصاد المستشفى. نعم، شكرا جزيلا. الست أم حمزة شاهدة عيان على الحريق الذي أودى بحياة 3 أشقاء أطفال وهم أبناء لأحد المعتقلين في مصر عادل نافع، ماتوا حرقا على إثر ماس كهربائي. طيب عودة مرة أخرى، ما زلنا في الملف المصري. أسرة عم متولي، أسرة مصرية بسيطة
تعاني ظروفا معيشية صعبة لا تلبي أدنى متطلبات الحياة. تضاعفت همومها بعد موجة الغلاء المستمرة التي تعانيها الأسرة المصرية. تفاصيل مأساة الأسرة نتعرف عليها من خلال هذا التقرير. أنا شغال يوم شغال ويوم قاعد وعشرة قاعد. أنا بنتي توفت عشان مش لاقي أصرف، ما لقيتش أعمل لها العملية، وأنا غلبان ومش لاقي، يعتبر مش لاقي أكل. ولادي اللهم صل على النبي خمسة، نوسة وأميرة ورامي وجنة وأمان. بنت عندها 19 وبنت عندها 16 ورام عنده 15 وجنة 4 سنين وأمان عندها 10 سنين. طلعت من المدرسة عشان ظروفنا صعبة. طلعت من سنة 6 ابتدائي عشان أساعد أبويا، عشان ما كنش قادر أصرف على أخواتي. بشتغل في بجور الطوب، بشيل طوب. شغلنا صعبة يعني، ما فيش حد في سني يقدر يشتغل. بنت ماتت عشان مش قادرين نعمل لها العملية، وبخاف لحد يعدي على بناتي. وده حالتنا واللي انتوا عايزينه بقى، يعني اللي انتوا شايفينه. ولادي طلعوا من المدرسة عشان كنت شغالة على دراعه ومش قادر يصرف عليهم، وأنا كمان يعني جالي يوم شغل بساعده. جارة أم رامي وبقالي 15 سنة معاهم هنا، وهم على الحالة دي. لا في إن هم يعملوا لهم حمام، أي حد بيجي لهم بيتأحرجوا بصراحة إن هم يدخلوا حمام. كلنا يعني والله في الشتاء ده بنقعد نقول لها، كل واحدة تقول لها تعالوا اقعدوا عندنا شوية. نعم، دي كان حال إحدى الأسر المصرية وحالة الفقر وارتفاع الأسعار المتزايد في الفترة الأخيرة. أستاذ عزيز، لك تعليق سريع على هذه القصة؟ يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يعني يوسع عليهم ويعوضهم خير عن وفاة بنتهم. الحقيقة ده جزء من الحالة اللي بيعيشها المواطن المصري من الفقر. شريحة ضخمة جدا من الشعب المصري بتعيش هذه الحالة. مسلسل إفقار المواطن المصري مسلسل مستمر. النظام لا يشعر إطلاقا بالمواطن، بل يفقره ويزيده فقرا. أنا بسأل فين الحكومة اللي موجودة دلوقتي عشان يعني ترى هؤلاء، أو على الأقل توفر الدواء اللي كان البنت الطفلة الصغيرة اللي كانت محتاجة فماتت لأنها والدها مش قادر يوفره. يعني أنا أتمنى أن هذا النظام بدل ما يقعد يقتل في الناس كده وينفق أمواله على قتل الأبرياء، يروح على الأقل ينقذ أرواح الفقراء، لا ليهم في السياسة ولا ليهم في أمور أخرى. شكرا جزيلا عز الدين عبد الكاتب الصحفي، أشكرك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نواصل النافذة. وفيها الكنيسة الإسرائيلية يقر بالقراءة الأولى قانونا لمنع الأذان بالقدس المحتلة والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.